عندما تجول بنظرك نحو إبداع هذه اللوحات، فإنك تذهب في رحلة ماتعة جمعت بين جنباتها مختلف أشكال الحياة اليمنية في معرض فني واحد وبيد إبداعية ملهمة، لتقف في كل لوحة تراها على جمال وإبداع وذكاء وإحساس مرهف، وضعت جميعها في ريشة الفنان التشكيلي ردفان المحمدي، وهو أحد الفنانين التشكيليين اليمنيين الذين استطاعوا خلال سنوات عديدة أن يفرضوا حضورهم بصورة مميزة، وذلك من خلال أعماله التشكيلية التي عكست واختزلت حقبا زمنية متعددة. بداية مع الفن التشكيلي طبعا كانت في عام 2000، كانت صدفة جميلة إن أنا طبعا رحت عشان أسجل في قسم آخر غير الفنون، وكان طبعا عندي عدة خيارات بالنسبة للأقسام الثانية زي مثلا نجارة، مساحة وطرقات، إلكترونيات، خراطة، أي قسم من هذه الأقسام اللي معروف إنه ممكن الواحد يشتغل بكل بساطة أو بسهولة أكثر. فرحت للمعهد فقالوا لي إنه ما فيش مجال في هذه الأقسام. فبعد كده تم اقتراح إنه ممكن تدخل قسم فنون جميلة وبعد كده تحول لقسم آخر. وفعلا عملت هذا الشيء. دخلنا امتحان القبول. تم قبولنا في المعهد. أول ما بدأت أرسم بدأت أشعر بنوع ما بمحبة للرسم. ظليت في حالة شهرين وأنا في حالة صراع أنه أكمل ولا لا، لكن فعلا وصلت بعد شهرين وقد أنا مقتنع تماما أن أنا لازم أكمل في مجال الرسم، وفعلا كملت. لم يكن المحمدي فنانا منذ الصغر، ولم تشهد له الطفولة أي شخابطة تنبئ بظهور فنان واعد، بل على العكس ربما لم يكن يهوى الرسم من الأساس، لكنه اضطر لدراسة دبلوم الفنون الجميلة فتعلم وأبدع وتتلمذ على يد الفنان اليمني الكبير الراحل هاشم علي الذي أخرج لنا إبداعا وموهبة فذة ومميزة. في بداية مشواري كان في شوية صعوبات. أنا ما بتكلمش عن الصعوبات اللي بتواجه المجتمع، لا، أنا بتكلم أنه كان في نوعا ما من الإهمال لأنه كان عندي أشغال كثيرة جدا في وقتها، كنت أشتغل وأرسم، هذا خلاني أهمل شوية في هذا المجال، إلا أنه كان الحب للرسم كان موجود. وفعلا طبعا طيلة 3 سنوات في المعهد، طبعا للأسف هو كمان في سنة رابعة، في سنة ثالثة رسبت عدتها من جديد، بس أيضا برضه كمان الرسوب كان عامل محفز إن أنا إيش أشتغل على نفسي أكثر. في بداية 2007 الفنان الراحل هاشم علي رائد الحركة التشكيلية في اليمن طبعا كان مشرف علينا أنا ومجموعة من الزملاء والزميلات. في وقتها طبعا حصل نوع من العشق للرسم، وفعلا تفرغت تفرغ تام للرسم، كنت ارسم في اليوم 8 ساعات 7 ساعات 6 ساعات واحيانا ممكن اوصل 12 ساعه. في العام 2009 عين المحمدي مديرا لبيت الفن، ثم عمل على تاسيس كيان ثقافي فني تحت اسم المنتدى العربي للفنون ومقره في العاصمة صنعاء، وعين كمحكم في العديد من المسابقات المحلية ومحكم في العديد من المسابقات العربية، وشارك في 40 معرضا دوليا وفي عدة دول عربية وأوروبية. في عام 2009 طبعا تم تعيين مدير بيت الفانتاز حتى العام 2012، وفي عام 2013 أسست المنتدى العربي للفنون في صنعاء، كان في البداية مختص بالفن التشكيلي فقط. في عام 2015 وسعنا عشان يشمل كل أنواع الفنون من ضمنها الموسيقى والمسرح والغناء والتصميم الداخلي والمونتاج والجرافيكس، كل ما يتعلق في الجانب الإبداعي بندربه من خلال المنتدى. طبعا ما بين بيت الفن تعز والمنتدى العربي للفنون أقمنا العديد من الفعاليات الفنية على مستوى اليمن وعلى مستوى أيضا خارج اليمن، في قطر، في الجزائر، في مصر، في أكثر من دولة. شاركت تقريبا في أكثر من 50 معرض جماعي، كذلك في أكثر من 40 معرض دولي، وحصلت على 10 جوائز محلية ودولية، بالإضافة لأن أنا كنت محكم في العديد من المسابقات المحلية والعربية. كذلك أقمت 4 معارض فردية.
طبعا فضلا عن الفعاليات اللي تم التنسيق لها والمعارض اللي تم التنسيق لها كما قلنا لكم في اليمن ومصر وبعض الدول الأخرى. في العام 2016 للميلاد انتقل للعيش في مصر، وخلال فترة إقامته نسق مع الكثير من الفنانين التشكيليين اليمنيين للمشاركة بالعديد من المعارض التشكيلية في مصر، ليبهر المحمدي الكثير من الفنانين في العالم بسيرته الغنية بمئات الإنجازات والأعمال التي تبهر كل من يعرف أنها لشاب يمني موهوب لم يتعدى 36 من العمر. تألق المحمدي وأبدع وتميز ونافس أكبر فناني العالم موهبة وعمرا وخبرة ودهاء ليصبح رقما صعبا بين الفنانين التشكيليين اليمنيين، فبأمثال المحمدي تفخر اليمن وتفاخر. أزهر علي لبرنامج صباحكم أجمل.